اليوم رح نكمل حكي عن موضوع طلوع بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشو رح يصير إذا ضلت أو طلعت من الاتحاد. الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي هو عبارة عن اتفاقية صار لها 50 سنة واللي صارت بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بيتم عن طريقها التأكد من أنه كل البضائع عم بيتطبق عليها رسوم الاستيراد للسلع اللي بتدخل على الاتحاد الأوروبي. هاي السلع ممكن انها تتنقل بين دول الاتحاد الاوروبي بسهولة تامة. هلا الاتحاد الجمركي بيختلف عن منطقة التجارة الحرة، الفرق بينهم انه ما بنفرض اي رسوم على السلع والخدمات اللي بتتحرك داخل المنطقة. في اشي تاني اسمه السوق الموحد، وهو عبارة عن اتفاقية اوسع بتشمل الحركة الحرة للسلع والخدمات ورؤوس الاموال والاشخاص. مع تفاوض المملكة المتحدة على احتمالات إنشاء اتحاد جمركي جديد مع الاتحاد الأوروبي، وبنفس الوقت مطالبات بريكزيت إنها ترجع سيطرتها على الحدود، بنطرح السؤال عن حجم تأثير مغادرة الاتحاد الجمركي. 43% من صادرات المملكة بتروح للاتحاد الأوروبي، ورح تكون هاي الصادرات خاضعة لتعريفة الاستيراد بالإضافة لتكاليف إدارية إضافية. إذا ما تفاوضت المملكة المتحدة على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رح تضطر إنها تدفع التعريفات المفروضة عليها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية. تقدير الاقتصاديين إنه التكلفة على المصدرين البريطانيين في التعريفة الجمركية الإضافية لحالها رح تكون على الأقل 4.5 مليار جنيه في السنة. هذا التقدير ما بيشمل تكاليف تانية زي فرض معايير أو قانون أو قوانين مختلفة في السوق. عشان هيك بيحكوا إنه التكاليف الإضافية على الشركات ممكن تجبرهم إنهم ينقلوا عمليات المتحدة الأمريكية داخل الاتحاد الأوروبي بعد طلوع بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واللي من المتوقع إنه ينتج عنه تقليل كتير لنسبة الوظائف.